المشكل اللي عندها العمى سي الضو، الضو سيدي ولا تيجيني غالي، يعني انا كنت عندي برطما، برطما كنت شحال قاعد نخصمي في هذا البرطما، عندي ثلاجة وتلفازة، جوج بولات، ايكونومي ماشي دوك البولات العادية، جوج بولات ايكونومي، نخلص كنت نخلص 100 درهم، 120 درهم، 130 درهم، 150، 190 درهم. ولا باش بدا تجيني 100، بدا تجيني 500 درهم و 600 درهم و 550 درهم، بزاف كاع الكيس. سي حنا موالفين، كتجينا الورقة ديال الضو كتجي فيها 70 درهم، 100 درهم، وهاد المرة سيدي جات فيها 1271 درهم، هادي كان كيجينا بالضبط 77 درهم، 100 درهم، ما كنديباسيوهاش. هاد المرة دابا جديت لهم دابا الورقة البيرو ديال الضو، قالوا لي فوالا داروا المراجعة، قالوا لي راه كيقدر كيكون غلط، يقدر الشهر الجاي ينقصوا لك. قلت لي ما يمكنش، قلت لي فينا حنا 1025 فرنك فينا نخلصوها؟ قال لك لا خصك تخلصها، قال لك خلصها وشكي. إذا هادشي ماشي معقول. وهي دايرين هنايا في واحد اللائحة، دايرين هنايا إنعاش الفضاء السبعين البصري 125 درهم كيخلصوا عليه، يا حتى حنا حتى التلفازة كيخلصوا عليها. هذا راه ظلم هذا. انا المهم كيجيني الضو غالي، وكنجي نشكي عندهم، كيقولوا لي المشكل ما عندكم، وبزاف علينا كتجينا ما قالنا هذيك الورقه غاليه ديال الضو، وحنا غير الناس على قد الحال ما عندناش باش نخلصوا كل نهار، هذا الشيء اللي كيجينا بزاف غالي، بزاف علينا. دابا فيه 6400 5200 كل مره كل نهار، حنا غير ناس حنا كنا كنخلصوا 1600، 100 درهم كاع كثرنا بزاف 100 درهم. السلام عليكم. دابا بحال هادو غير خوتي، حنا تنخلصو في الضو غير 200، كنت تنخلص غير 200 درهم، ودابا ملي جيت عندهم 15 يوم ولا شهر انا تنزل عندهم سي 15 يوم غنغدو هادشي لا ميم شوز، جات لي 1500 1700، وقري انا ب 1500، وخدام انا ب 2000 درهم. شحال انا غشيت ليا وشحال انا الصيد ديالي، وما فهمتش ملي تنشكي عليهم تنقول لي غدي خلصو وشكي، هادشي اللي غنقول لهم شي ما فهمت والو. فالدوكنا تنخلصو غير شي حاجة قليلة، ودابا راه غالي هادشي.